وننتقل إلى قصة أخرى، حيث زار رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغري رافقه عددا من الوزراء زاروا الفنان أبو بكر سالم بالفقيه في منزله بالرياض للإطمئنان على صحته. وتداول محبو أبو بكر سالم الصور التي جمعته برئيس الوزراء اليمني وفيها يظهر بصحة جيدة بعد ملازمته للسرير الأبيض وخضوعه للعلاج خارج السعودية ثم عودته قبل أشهر. وحققت مقابلة لمجلة الفرنسية مع بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي 30 مليون مشاهدة وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة لجورنال دو ديمانش. وفي المقابل حققت المجلة أعلى مبيعات لها منذ نحو 10 سنوات برقم تجاوز 500,000 نسخة. وهذه المقابلة لبريجيت هي الأولى منذ دخولها قصر الإليزي. وأفادت الصحيفة أن التفاعل مع المقابلة لم ينحصر على فرنسا بل شمل الولايات المتحدة وألمانيا أيضا. انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسلوبه في تويتر يبدو أنه تجاوز الداخل ليصل إلى الخارج. المكسيك استهجنت تغريدة لترامب وعلقت بأنها لن تتفاوض حول شيء يتعلق بالعلاقات الثنائية مع أمريكا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تغريدة ترامب التي أثارت المكسيكيين كانت تتعلق باتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، حيث قال ترامب في تغريدته: إننا في نافتا، أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق، نخوض عملية إعادة التفاوض مع المكسيك وكندا، موقفهما متشدد للغاية، هل يجب إلغاؤها؟ بدأ تطبيق واتساب في إتاحة توثيق الحسابات الخاصة بالشركات التجارية كما هو الحال في تويتر وفيسبوك وإنستغرام. وأفاد متخصصون أن واتساب طرحت الخاصية الجديدة داخل النسخة الاختبارية الأخيرة في هواتف أندرويد، وهي مقتصرة فقط على بعض الشركات التي يتضمنها الاختبار. وفي مايو 2018 ينتظر عشاق التقنية ومحبو فيسبوك استقبال جهاز دردشة الفيديو الذي ستنتجه الشركة والذي يحمل اسم ألوها. ويمثل جهاز ألوها أول تجربة فعلية لفيسبوك في مجال الأجهزة الاستهلاكية، ويتضمن الجهاز الجديد شاشة عرض كبيرة تعمل باللمس مع كاميرا ومكبرات صوت، وباستطاعة الجهاز التعرف على الأشخاص، كما أنه مصمم لاستخدام ضمن المنزل أو لاستخدامه ضمن المنزل حيث تم اختباره في المطابخ وغرف النوم والمعيشة. يتهم فنان مغربي يدعى نبيل أشرف فنانين إسرائيليين بسرقة وإعادة إحدى أغانيه التي تعرف في المغرب باسم المويمة. الفنان المغربي كتب على صفحته في فيسبوك إن غناء أغنيته باللغة العبرية تم دون إذن منه أو ترخيص باعتباره كاتب وملحن هذه الأغنية وصاحب الملكية الفكرية وحقوق التأليف. المهمة ديالي بسلام راني غادي راكي ديما في بالي والله بك ماني صاخي. المهمة ديالي بسلام